الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقولون أن الفرص تطرق جميع الأبواب، لكنها قل أن تجد من هو مستعد لها. لذلك فإن من أهم صفات الرواحل استغلالهم للفرص، فما هي هذه الفرصة التي تلوح لنا في الأفق؟ لا شك أن الله عز وجل قد خلق الأيام والليالي وفاضل بينها، ومن هذه الأيام الفاضلات هذه الأيام والليالي من شهر شعبان المبارك، هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل محطة تدريبية للاستعداد لرمضان. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رؤي أنه يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، فقال هو بأبي وأمي ذلك شهر بين رجب، أي رجب الشهر الحرام، ورمضان، وما أدراك ما رمضان، يغفل عنه الناس، وأحب أنا أن أصوم فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البلاغ النبوي لفتة عظيمة إلى أن ذاكر الله في الغافلين والمتنبه للوقت الذي يغفل فيه الناس كالحي في الأموات. ثم ورد في فضل هذا الشهر المبارك العظيم أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فكما هو شأن الشركات أنهم يأتون إلى نهاية موسمهم الاقتصادي أو موسمهم التجاري فيضعون جدولا للحساب، ينظرون إلى المداخيل والمصارف والأرباح التي حصلوها، فكذلك هو شعبان، لأن رمضان كما سيأتي معنا بحول الله عز وجل هو شهر نولد فيه من جديد. لذلك يأتينا شعبان لكي نعد أنفسنا ونستعد ونرتب حياتنا من جديد حتى نستغل رمضان ونبدأ حياة جديدة. لذلك من أسرار هذا المعنى اللطيف في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر شعبان والذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، أنه شهر يحتاج فيه المسلم إلى أن يجدد عهوده ومواثيقه مع الله تعالى، بحيث يجدد الأوبة والتوبة، فيجعل هذا الشهر محطة تنتقل به من حياة يئس منها وملا إلى حياة من الأمل يتجدد فيها العهد مع الله عز وجل. فالعبد يستحي أن يرفع عمله إلى الله عز وجل فيوجد في ديوانه من السيئات والذنوب والغفلات والكسل. لذلك يأتيك شعبان حتى تجدد العهد وحتى تنظف التوبة من الأوساخ التي علقت به، لكي تستفيد حق الاستفادة من رمضان. لذلك ينبغي لنا في هذا الشهر المبارك أن نجدد التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. ومن أصول الأمور التي ينبغي أن نتوب منها هو أن حياتنا تكون بلا غاية ولا مقصد. كثير من الناس والمسلمين اليوم عندما تحدثهم عن التوبة تنصرف ذنوبهم إلى عقولهم وأذهانهم إلى الكبائر والمعاصي، لكن هناك من الذنوب ما هو خفي لا يعلمه كثير من الناس، وهو أن لا تفعل شيئاً. كما قال مصطفى صادق الرافعي: إذا جئت إلى الحياة ولم تزد عليها شيئاً كنت أنت عليها زائداً. لذلك هذا الشهر ينبغي أن يكون محطة ووسيلة لكي يطرح الإنسان على نفسه السؤال الوجودي: يا ترى ما هو المقصد الذي لأجله جئت إلى هذه الحياة؟ فشهر شعبان كما كان لدى أسلافنا كانوا يجعلونه شهرا يراجعون فيهم حساباتهم، أو كما ورد على لسان الفاروق: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لذلك ينبغي لك أخي المسلم أختي المسلمة في هذا الشهر المبارك أن تجعل محطة لكي تراجع فيها نفسك، سواء فيما يتعلق بذنوبك التي هي نقاط الضعف، أو في أهدافك الكبرى ورؤيتك في الحياة والغاية التي وجدت من أجلها على هذه البسيطة. حتى إذا حددت هذه النقاط المركزية تعتمد على الله عز وجل لتعد برنامج الأمنيات التي ستدعو الله عز وجل بها في رمضان. فقد تعلمنا عن أصحابنا أسلافنا الميامين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يعد لرمضان 6 أو 5 دعوات مخصوصات يجعلها رؤية تحكمه في الحياة، فيدعو بكل ما يتمناه ويشتهيه، ويقسمون أنهم ما كان يمر عليهم رمضان ويأتيهم رمضان القادم إلا وتتحقق لهم جميع الأمنيات.
والسر في ذلك هو استغلال هؤلاء لهذا الشهر المبارك الذي هو شهر شعبان من خلال جعله محطة للتزود والتخطيط وترتيب الأولويات. ثم من اللطائف التي ينبغي أن نلتفت وننتبه إليها في هذا الشهر الذي هو شهر شعبان ما ورد في تتمة الحديث، وهو ما سنفصله بحول الله عز وجل. ومن اللطائف الربانية المرتبطة بهذا الرفع لأعمال العباد لحضرة الملك بين يدي الله عز وجل أن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان كما ورد في كثير من الآثار إلى سجلات أعمال العباد، فيغفر لجميع المسلمين إلا من كان في قلبه شحناء أو بغضاء أو من كان مخاصما لأخيه. لذلك من أصول الواجبات التي ينبغي أن نلتفت إليها في هذا الشهر الكريم هو أن نخلي قلوبنا من البغضاء والشحناء والحقد والحسد، بل ينبغي لنا في هذا الشهر لكي نستوعبه ولكي ندخل على رمضان في أتم الأهبة والاستعداد أن نطهر هذا القلب من كل ما علق به من ذكريات الماضي، فنجعل الماضي صفحة نطويها لكي نجدد العهد مع الله ومع الناس. فالإنسان عليه أن يصالح جميع الناس مهما فعلوا في حقه، وليجعل قدوته في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو بأبي وأمي عندما فتح مكة وقد آداه المشركون وسبوه وضربوه، قالوا له يعني ماذا ستفعل بنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم التلقاء. بل ها هو الله عز وجل يبين لنا أن السماحة والعفو والتسامح هو من الأصول القلبية والأخلاقية التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم، فيقول خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالله عز وجل يلفتك هنا إلى أن العفو والسماحة إنما تكون مع الذين يسيئون إليك، أما في حالة الإحسان فأنت لا تحتاج إلى أن تسامح الناس. لذلك ينبغي لنا أن نعلم أنه من أسرار رفع الأعمال إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن نصلح حياتنا، سواء فيما يتعلق بالذنوب التي نتوب منها أو فيما يتعلق بترتيب خطتنا في الحياة بأن نضع لأنفسنا مسارا نسير عليه، أو من خلال تطهير علاقاتنا الاجتماعية من خلال التسامح والعفو ومساعدة الناس. بل إن من أسرار هذا الشهر الكريم ومما يتزود به العبد في هذا الشهر ليجعله مطية لرمضان أن يستعين بتلاوة القرآن. لذلك ورد عن كثير من أسلافنا وصحابتنا الكرام أنهم كانوا يسمون شهر رمضان شهر القراء، أي أنهم كانوا يخرجون مصاحفهم فيكثرون فيها التلاوة، بل ورد أن كثيرا منهم كان يغلق حانوته ودكانه ويتفرغ للقرآن الكريم. وهذا أمر ليس مطلوبا منا، لأننا ينبغي أن نتدبر القرآن بحركتنا في الوجود. لذلك من الأصول التي ينبغي أن يلتفت إليها في شعبان والتي تعيننا على الاستفادة من رمضان أن نتزود من القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتدارسا وتعلما وتعليما، لأن هذا الشهر الكريم هو شهر القراء بامتياز. لذلك إذا استوعبنا هذه الرسائل الشعبانية وإذا أدركنا هذا اللطف الرباني في هذا الشهر الأبرك الفضيل الذي هو محطة تدريبية واستعدادية لرمضان مثل فريق، إذا كان فريق مقبل على يعني كأس العالم أو على بطولة رياضية معينة ينبغي لهذا الفريق أن يأخذ محطة تدريبية حتى يحسن أداؤه في البطولة. فكذلك هي رحمة الله عز وجل التي جعلت لنا هذا الشهر الذي هو شهر شعبان محطة نتزود فيها ونتدرب لكي نستفيد من رمضان. لذلك ركز النبي عليه الصلاة والسلام على أصول الأمور التي تعيننا على إصلاح حياتنا، سواء في ترك الذنوب والمعاصي أو في إعادة ترتيب خطتنا في الحياة أو في إصلاح علاقتنا مع الناس أو في التزود من المحضن الفكري الذي يضمن لنا سلاسة وسلامة كل هذا الذي هو القرآن الكريم. لذلك اجعل أخي في الله أختي في الله هذا الشهر شهر شعبان محطتك التزودية لرمضان، فإذا كنت كذلك فأبشر برحمة من الله وروحان. دامت لكم الأفراح، وإلى لقاء قادم
وكنتم من الله دائما أقرب.